بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هاي وصلنا بلدة القرية، لو احد البلدات التابعة لمحافظة السويداء، اللي هو لضريح سلطان باشا الاطرش. طبعا هاي هون كان هو هاي مسقط رأسه، هاي هي مضافته. ان شاء الله اذا لقيناها مفتوحة نشوف فيها بداخل هاي بيوتهم. وهاي هون الضريح، طبعا ضريح صحيح ضخم كبير ارتفاع عالي. وهاي عندنا هون مكتوب معلومات عنه، عن اللي هو الشهيد سلطان باشا والمرحوم سلطان باشا. هاي هون الان ننزل تحت اللي هو نشوف الضريح، نقرأ الفاتحة. هاي هون، هاي هون نزلنا، الحمد لله في براد هون تحت. هاي هون الضريح رحمهم الله الذين قاتلوا اللي هو المستعمرين. طبعا رحمه الله كان قائد للثورة السورية الكبرى عام 1925. طبعا هاي هون مكتوب فوق إذا شايفين كل الشهداء محصيين اللي قاتلوا معه. هاي هون في ريف دمشق، من ريف دمشق أسماءهم واسم البلد ريف دمشق، ريف دمشق، ريف دمشق. هاي هون عندنا الجولان وجبل الشيخ، نفس الشيء الجولان وجبل الشيخ، الجولان وجبل الشيخ. هون محافظات سوريا زي حماة وحمص، محافظات الباقية. هاي هون محافظات سوريا كذلك، هون اللي هو الأقطار العربية، في أسماء هناك جزء شايفينها أو مش واضحة، المغرب جايين مشاركين معهم، من الأردن، من دول أخرى كذلك. هون هاي من لبنان فيه كثير، وريف دمشق، رجعنا لريف دمشق. أما اللي فوق بالطبقة الأخرى هاي، هاي الأسماء اللي شايفينها كلها من قرى اللي هي سويداء، لأنه يعني أكيد لأنهم أقرب على الحدث فهم شاركوا أكثر. شوف هاي هون كل واحد اسم قريته بالكامل فوق. طبعا في ناس شاركوا منهم اللي هو صدقا يعني قرابة إلي، المرحوم اللي هو ضيف الله صالح شبول، ضيف الله صالح شبول كان اللي هو صاحب وصديق لسلطان باشا، كان يقاتل اللي هو ضد الفرنسيين. طبعا هاي صور فوق الأشياء اللي كانوا يستخدموها، الخيل، الأسلحة اللي كانوا يستخدموها والأشياء اللي كانوا يستخدموها. طبعا هنا في هذا المكان موجود اللي هو متحف للأسلحة، ولكن هذا المكان الآن تحت الترميم أو تحت الإصلاح، يعني في إصلاح، ولكن اللي بيجي المرات القادمة في أماكن هون هاي اللي هو شو كانوا يستخدموا طريقة الحرب ضد الفرنسيين. لكن مغلق الباب، إن شاء الله نراكم على خير بمكان آخر في اللي هو محافظة السويداء. يعطيكم العافية وشكرا لكم. هاي هون بيوت أقارب السلطان إخوانه. طبعا هاي كمان ذكرنا المضافة، إن شاء الله تكون مفتوحة حتى نشوفها. وهذا بيت السلطان، السلطان باشا، هذا بيته لكن مقفل كله، يعني في أسبابه، ممكن ترميم، ممكن شيء آخر. هذا هو بيت السلطان مكتوب هنا عام 1925، مكتوبة عن السلطان. هاي هنا بيت الداخل، لكن مهجور كما شايفين، مهجور يعني شوف بين الحجران. سبحان الله. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اجى المسؤول ابو سلطان عن المضافه، هاي دخلنا المضافة سلطان باشا الاطرش. السلام عليكم سلطان. السلام يا مرحبا. شلونك؟ الله يعطيك العافية ابو سلطان. هذا من لطفك، بدنا ايش تشرح لنا شرح مبسط عن مضافة السلطان باشا الاطرش. اهلا وسهلا. طبعا اهلا وسهلا فيكم اخواننا من الاردن. هاي المضافة سلطان الاطرش، خلينا نقول نبدا من البداية. قال بيان ثورة عام 1925، بهذا البيان بيقول يا احفاد عرب الامجاد، ما قالش احفاد سلطان، احفاد الشيخ صالح علي او احفاد ريم منار. يا سلام.
ما قال احفاد سوريين او لبنانيين او مصريين، بل قال يا احفاد عرب الامجاد. بوصيته قال اخواني وابنائي العرب، ما قال اخوان ابناء السوريين او اللبنانيين او المصريين او القطريين او الاردنيين، بل قال اخواني وابنائي العرب. فهي مضافي لكل انسان عربي شريف اتي الى هذا المكان، هي مضافه الباشا لكل عرب بالوطن العربي. لمحتنا رح تبلش على اليمين، اول صوره هي للواء المرحوم ابو غالب زيد الاطرش، خيو للباشا اللي كان قائد الدرك بسوريا وشاعر وقاد حمله رشيه الوادي لبنان تحت شعار الدين لله والوطن للجميع عام 1925. اللواء المرحوم ابو غالب زيد الاطرش كمان كان شاعر، هن منفيين الثوار بوادي السرحان بين السعودية والأردن. بيطلع ثائر من الثوار بقول يا ديرتي مالك علينا لوم، لا تأتبي لومك على سلطان. يا سلام، صح لسانك. سلطان وصلنا للمرحلة ناكر الحنظر والجراد. فبرد عليه أبو غالب زيد بقول له يا ديرتي مالك علينا لوم، لا تعتبي لومك على من خان. يا سلام، حنا روينا سيوفنا من قوم يشهد علينا السيف واسنان، يا ديرتي لو ما قضينا حقنا المهضوم، ما احنا لك سكان وغنتها اسمهان للواء المرحوم ابو غالب. يا سلام، يعني اسمهان غنتها هي. نعم يا سلام. علي دوقان اطرش وخيول الباشا اللي اول علم عربي ورفعه بسماء سوريا رفعوا علي دوقان اطرش الشيخ المجاهد صالح طربيه حمد البربور عام 1918 بساحه المرجي بدمشق، وكان اول علم عربي برفعه بسماء سوريا رفعوا علي دوقان اطرش الشيخ المجاهد صالح طربيه حمد البربور. ووقت غنوا قالوا وسع المرجي والمرجي لينا، وسع المرجي تلعب خلينا غنوها الثوار عام 1918. يا سلام. مصطفى دوقال اطرش خيول الباشا وكان اول شهيد بيقع بمعركه الكفر، كان عمره 23 سنه لما استشهد، وكان متزوج وعنده ولد عمره 6 شهور هذاك ابن محمد. مصطفى كان عمره 23 سنه لما استشهد. الباشا باخر ايامه، الباشا علي مصطفى زيد، أولاد دوقان سلطان علي مصطفى زيد أولاده. أي جمال عبد الناصر والباشا معروف رئيس الجمهورية 59 وقت واحدة بالسرايا بسفينة بهذا اللقاء. سلطان أطرش عم برحب بجمال عبد الناصر بقول له أهلين بالثائر. فرد عليه جمال عبد الناصر وقال له إذا كنا نحن ثوار فأنت أبا الثوار. يا سلام يا منصور سلام. الأطرش ابن الباشا أبو ثائر، منصور الأطرش ابن الباشا، هاي دكتور بآخر أيامه، هاي دكتور ناصر ابن الباشا اللي توفى بألمانيا بال 2012 لسه جثمانه بألمانيا، اللي رفع إيده بين الناس هو نفسه منصور ابن الباشا. منصور ابن الباشا من مؤسسين حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا، واللي كان عضو قيادة قومية قطرية سوري، كان رئيس مجلس الثورة أبو الثائر منصور الأطرش. هاي بال 84 بالذكرى الثانية لوفاة الباشا مثال الثورة. ما شاء الله. هاي وصية سلطان الأطرش. هالوصيل وصاها للعرب وكأنه كان يعلم شو بده يصير، وللأسف الشديد أين هم العرب؟ يلي بقول في أخواني وأبنائي العرب، إذا بتحبوا بقراتكم. شكرا. هاي الصورة للباشا من في وادي السرحان بين السعودية والأردن، تم نفيه من 27 ل 32 بالنبت وادي السرحان، من 32 ل 37 بالأزرق وضمن الأردن. وادي السرحان كان اسمه وادي الموت وليس وادي السرحان، ولقب بوادي سرحان لانتشار عرب السرحان فيما بعد. يا سلام يا سلام. هذا الوادي أكل الحنظل، أكل الجراد، أكل الحشيش. يا سلام. كرمال المال الوحدي والاستقلال لهذا البلد، وجهه أكبر دليل على الحجم والمسافة. يا سلام. صحيح. نعم. هاي الصورة رسمها رسام من الشام وقدمها لي للمضافي، من أجمل وأغلى الرسومات اللي رسمت على المخمل على قماش الباشا، من أجمل وأغلاها. نعم صحيح. هاي الصورة والطير الحر على ايده، إلى قصة مع الفرنسيين وإلى قصة مع الشكري، بس من لاحظ كيف الطير مهدع الباشا من غير ما يلبسته أي خف أو أي قطعة قماش خاصة بمخالب هذا الطير. قل لي من هو الإرهابي بدون تعليق. صحيح. نعم فعلا صحيح. هاي من حطين حتى قسم الطويل من مدينة شهبة عام 1985، أما بيت الشعر عليه قال الشاعر القروي رشيد بخوري لبنان، لن يغمد السيف ما زلنا غطارفة من عزم سلطانا وهجم في حنايانا، اذا تحدث الغيان عاديه طار النشامه لها اذن. صح لسانك ما شاء الله. نواف فايز اطرش ابن عمه للباشا ماخذ اخته، ماخذه بالسيف بالسيف. لا القريه
بخير. ما أخذ بالسيف، بالسيف يؤخر. الإيمان أقوى من كل سلاح، هذا الكلام مذكور بالوصية. أما اللوحة قدمت للمنظمة خطة انتفاضة فلسطين، هي خريطة فلسطين، المقاومة حق المقدس للشعوب في تحرير الأوطان، حقا سننتصر. الله يبارك. هاي يوجد عن أطرش ابن سمية، هذا اللي كان يمسك الليرة يمسح عنا الشعار. يا سلام. هذا اللي كان يمسك حضرة فرس ويطبقها بيده، هاي الجدعان الأطرش ابن سمية ابن أخته للباشا. تحرير فلسطين واجب وطني وقومي وديني وإنساني. هاي اللوحة كمان قدمت من منظمة الانتفاضة فلسطين أمام بيان الثورة للي قالوا سلطان أطرش. يا أحفاد عرب الأمجاد، هذا اليوم ينفع المجاهدين جهادهم والعاملين في سبيل الحرية والاستقلال عملهم. هذا البيان طويل جدا، من ضمن هذا البيان الحق يؤخذ ولا يعطى، فلنأخذ حقا من حد السيف ونطلب الموت توهب لنا الحياة. ومن ضمن هذا البيان إلى السلاح، إلى السلاح، عندنا حقا منتصر قريبا فيه. هاي اللوحة بتمثل الدين لله والوطن للجميع. يا سلام. محمد كان عمره 6 شهور لما استشهد بيه مصطفى رفاعه عمه علي، وصل رتبة عقيد بجيش تركيا. فهي مضاف سلطان أطرش بمخده فرشة بسطف أرضية فطانة شبيكة. أهلا وسهلا فيكم إخوان، هاي مضافي إلكم. أهلا وسهلا. الله يجزيك خير على الشرح المفصل يا أبو سلطان، وهذا من لطفك سهل. وأنت رجل طبعا أبو سلطان هون بخدم هيك يعني تطوعا منه، الله يعطيه العافية. 22 سنة وهو بخدم وبقدم القهوة هون، وهاي هون نشوف كمان أرضية المضافة، وهاي هون البسط الأصلية، البسط بعد ما زالت تعيد سلطان باشا الأطرش. وهاي هون في أشياء اللي هو هذا إيش هو، خشب؟ لا البسط؟ هذا البلاس. شعر المعزة الحقيقي. يا سلام شعر المعزة. هذا عدور بيو للباشا دخان أطرش. يا سلام. إذا القرعة مني همني وهاي المخد. يا سلام. هذا عدور بيو للباشا دخان الأطرش المخد. يا سلام يا سلام، قديم يعني. إيه. الله يعطيكم العافية. وهذا من لطفك وشكرا لك.